مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. سهاد كاظم الموسوي أول باحثة من ذوي الشهداء تحصل على شهادة الدكتوراه عبر قناة مؤسسة الشهداء. في مديرية شهداء ذي قار جولة ميدانية لتفقد عدد من عائلات الشهداء في المحافظة. مديرية شهداء الديوانية توزع هدايا الناجحين وبدل الكساء وإعانات الطلبة وتكرم الأساتذة الجامعيين من ذوي الشهداء. أهلا بكم من جديد. حصلت الباحثة سهاد كاظم الموسوي على شهادة الدكتوراه في معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا بجامعة بغداد، لتكون أول باحثة من ذوي الشهداء تنال الدكتوراه عبر قناة مؤسسة الشهداء. التفاصيل في التقرير الآتي. الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الشهداء في الجانب العلمي وسعيها الحثيث للارتقاء بالمستوى العلمي لذوي الشهداء بدأت تؤتي أكلها في كل يوم بحصول الطلبة من ذوي الشهداء على الشهادات العليا في الاختصاصات العلمية المختلفة. اليوم حققت مؤسسة الشهداء إنجازاً مهماً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها في مجال الرعاية العلمية لذوي الشهداء بحصول أول طالبة من ذوي الشهداء على شهادة الدكتوراه عبر قناة المؤسسة، إنها الباحثة سهاد كاظم الموسوي التي تقدمت بأطروحتها الموسومة الأبعاد الاجتماعية لإعادة الإسكان في المناطق القديمة، منطقة الدراسة، المناطق المحيطة بالمرقد الكاظمي الشريف في ضوء إعادة الإعمار لنيل شهادة الدكتوراه، وذلك في معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا بجامعة بغداد. لجنة المناقشة التي تألفت من الدكتور صبيح علي الشلبي رئيساً، والدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي عضواً، والدكتور محمد جاسم العاني عضواً، والدكتور لؤي طه ملحويش عضواً، والدكتور عبد الخالق النقيب عضواً، والدكتور عبد الغفور محمد الأطرقشي عضواً ومشرفة. اللجنة قررت بعد مناقشة مستفيضة منح الباحثة شهادة الدكتوراه. اجتمعت اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري المرقم 2085 والمؤرخ في 16/10/2011 لمناقشة أطروحة طالبة الدكتوراه سهاد كاظم عبد الدواس في معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا جامعة بغداد الموسومة الأبعاد الاجتماعية لإعادة الإسكان في المناطق القديمة، منطقة الدراسة، المناطق المحيطة بالمرقد الكاظمي الشريف في ضوء إعادة الإعمار في الساعة 9:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 23/11/2011. وبعد أن اطلعت على تقرير الخبير العلمي الخارجي الدكتورة فوزية العطية جامعة بغداد كلية الآداب قسم الاجتماع، وقد أخذت اللجنة بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة من قبل الطالبة واستخدامها المراجع ودفاعها عن أطروحتها وأسلوب بحثها والنتائج التي توصلت إليها، وعليه قررت اللجنة استدادة من فقرة 7 من المادة 33 من تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بغداد قرار اللجنة قبول الأطروحة بدرجة مستوفي بعد الأخذ بالملاحظات والتصويبات المثبتة في من قبل أعضاء اللجنة.
الباحثة تناولت في أطروحتها محاور عدة تضمنت الإطارين النظري والعملي. ففي الإطار العملي حرصت على الوصول إلى أهالي المنطقة بأسئلة أشبه ما تكون بالاستبيان، لتصل إلى استنتاج مفاده أن المشروع التطويري المقترح من قبل أمانة بغداد بالتعاون مع شركة الديوان الإماراتية هو مشروع استثماري بحت، ولا يهدف إلى الحفاظ على الشكل التراثي أو التقليدي للمنطقة الكاظمية. الطالبة جيدة جدا وناضجة علميا، وقد بذلت جهدا كبيرا بحيث أوصلتها إلى أطروحة مقبولة بدرجة عالية ومحترمة، وهي من الطالبات المجدات سواء كنا في مرحلة الماجستير أو في هذه المرحلة وهي مرحلة الدكتوراه. وأطروحتها تخدم بدرجة مباشرة مدينة الكاظمية، المدينة التي قدمت الكثير من الشهداء والضحايا، والمدينة التي لها دور كبير في النضال الوطني عبر فترة طويلة من الزمن منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. وهذا يعود إلى أن المدينة يحميها وتحتمي به الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. أعضاء في لجنة المناقشة ثمنوا جهود الباحثة سهاد كاظم الموسوي في اختيار موضوع حيوي معاصر، مشيدين بجهود مؤسسة الشهداء في رعاية الطلبة والباحثين من ذوي الشهداء ودعمهم وتشجيعهم من أجل الحصول على الشهادات العليا. كان عندنا قبل فترات وجيزة مناقشة لطالبة الدكتوراه سهاد كاظم، هي طالبتنا الطالبة المجتهدة التي حصلت على درجة الدكتوراه قبل قليل، وأتمنى لها كل التوفيق. أن جامعة بغداد تسعى دائما وأبدا إلى متابعة الطلبة وتقييم الطلبة ودفع الطلبة إلى إنجاز نشاطات علمية متميزة تخدم المستقبل العراقي الجديد. ولا يفوتني إلا أن أشيد بدعم مؤسسة الشهداء القديرة لدعم طلبتنا ودعم الطلبة الخريجين للقبول في الدراسات العليا والدراسات الأولية، وأتمنى لهم كل التوفيق. الباحثة سهاد كاظم الموسوي ثمنت الموقف المشرف الذي وقفته مؤسسة الشهداء معها منذ قبولها في الدكتوراه حتى حصولها على الشهادة، فضلاً عن الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته لها المؤسسة طيلة مدة الدراسة. تم قبولي عن طريق قناة الشهداء 2008-2009، حيث كنت في معهد التخطيط الحضري والإقليمي دورة 14، ومؤلف من عندي طبعاً الوحيدة المقبولة على هذه القناة في معهدنا، حيث ساهمت المؤسسة في هذه الفعالية من حيث القبول، من حيث التقديم، من حيث المساعدات بالنسبة لكتب التأييد والمشاركات. وطبعاً حضرت كم ندوة دعوني بها المؤسسة الشهداء باعتبار أنه أنا طالبة دكتوراه. وإذ تحتفي مؤسسة الشهداء بالباحثة سهاد كاظم الموسوي باعتبارها أول باحثة من ذوي الشهداء تحصل على شهادة الدكتوراه عبر قناة المؤسسة، فإنها تأمل في أن ترى باحثين آخرين من ذوي الشهداء يحصلون على شهادات مماثلة ليتمكنوا من تسلم المواقع المهمة في الجامعات العراقية ومؤسسات الدولة الأخرى بعد أن ظلوا مبعدين عنها قصراً في حقبة الدكتاتورية.
تحرص مديرية شهداء ذي قار على متابعة أحوال ذوي الشهداء عبر الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في المديرية إلى ذوي الشهداء في منازلهم. عدسة البرنامج رافقت مدير مديرية شهداء ذي قار في جولة ميدانية، فكان هذا التقرير لنتابع. في إطار متابعتها المستمرة لأحوال ذوي الشهداء في المحافظة، نظمت مديرية الشهداء ذي قار جولة ميدانية شملت عدداً من عائلات الشهداء من أجل متابعة شؤونهم والاطلاع على أدق تفصيلات حياتهم. المحطة الأولى كانت في منزل أحد المرضى من ذوي الشهداء بعد عودته من رحلة علاج في ألمانيا على نفقة مؤسسة الشهداء. كان الهدف من الزيارة هو تفقد حالة ابن الشهيد الأخ مصطفى اللي تم علاجه خارج العراق في ألمانيا وعلى نفقة مؤسسة الشهداء، بعد أن كان يعاني من حالة خطرة جدا، كان من الصعوبة أن يكون العلاج أو تضمن نجاح العملية داخل العراق. فكان أحد بوادر الخير من مؤسستنا اللي أخذت على نفسها أنه رعاية ذوي الشهداء، وعندما رفعت شعار ذوي الشهداء أمانة في أعناقنا، نحاول اليوم في كمؤسسة الشهداء والمديريات والمحافظات تجسيد هذا الشعار. نسأل الله أن يكون وفقنا لخدمة ذوي الشهداء أو لتعويضهم بجزء مما عانوا منه ومن سنين الحرمان والتهميش. هاي العوائل اللي كانت مطاردة في زمن النظام البائد اللي حرمت من أبسط حقوقها ومقوماتها، الآن نسعى إن شاء الله أن يكون ذوي الشهيد يغبطون من بقية المجتمع للرعاية الخاصة التي تولى إليهم من قبل المؤسسة. الرعاية الصحية التي توليها المؤسسة لذوي الشهداء كانت محل تقدير ذوي الشهداء، وهم يرون في مؤسستهم يدا حانية وضعت حدا لمعاناتهم من أمراض رافقتهم طويلة. المؤسسة الشهداء تعتبر أن يعني البيت الراعي المشاعرنا والآلامنا والجراحنا من أصغر واحد بيهم والأكبر واحد بيهم، يعني يعتبرون حتى صغير يعتبر بدرجة أب لنا بالنسبة يعني المشاعرنا وجراحنا ومعاناتنا. والحمد لله يعني ما مقصرين ويانا بصغيرة وكبيرة، وال يعني ويعجز الوصف عن الأخوة بمؤسسة الشهداء وزياراتهم المتكررة ومراعاتهم المتكررة ومكالماتهم المتكررة. والله احنا هسه وبعد ودوم نشكرهم، يعني ابنه كان بحالة خطرة وكل احنا خايفين وعائلته خايفة، بس من قالوا له بهذا يعني اللي الفضل اللي سووا عليه وكملوا له وما احتازين هم شيء، واحنا هم ظالين يعني ذيك الحالة مو هالقد، يعني الحمد لله والشكر نشكرهم دوم، مو يوم واحد دوم نشكرهم على يعني أشياء سووها لنا، وراح ابني بالسلامة وجه والحمد لله والشكر، وهسه وبعتهم هم معتنين بينا. لحجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء حصة من الجولة الميدانية لمدير مديرية شهداء ذي قار الذي زار الحاج نجل الشهيد المجاهد كامل عاجل الركابي أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية الذي أعدم مع ثلة من المجاهدين من أبناء الناصرية في مثل هذه الأيام عام 83. كمؤسسة الشهداء نفتخر بأن الآن نقدم الخدمات لمثل هكذا أشخاص، نمجد هكذا أشخاص، نرعى عوائل هكذا أشخاص، فكل ما يقدم أمام تضحيات الشهداء هو حقيقة أدنى مما يستحق ذوي الشهيد. ونسأل الله تعالى أن نوفق وأن تسدد خطى العاملين لنصرة هذه الفئة المظلومة، وأن تكون بالمستوى المنشود وتحقيق ما كان يصبو إليه الشهداء في حياتهم وفي جهادهم، وأن تكون قرة عين لهم في قبورهم على تحقيق ما كانوا يأملون تحقيقه. والحمد لله هدفهم الأول والأخير كان هو تحرير العراق من طغمة البغي وطغمة الفساد، الدكتاتورية البغيضة التي تحكمت برقاب العراقيين. فشهداءنا بذلوا أنفسهم من أجل أن يسعد
الآخرون، نحن سعدنا بثمرة دمائهم، أبناؤهم، إخوانهم، زوجاتهم، الشعب بأكمله تنفس رياح الحرية بفضل تلك الدماء. الحاج حيدر كامل أشاد بالحفاوة والتكريم التي لقيها ذوي الشهداء في الديار المقدسة والجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة الشهداء طيلة موسم الحج، مسجلا شكره إلى دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي الراعي الأول لذوي الشهداء. في بادئ الأمر نحمد الله ونشكره على إتاحته هذه الفرصة لنا لإداء مناسك الحج لهذا العام، كما نشكر مؤسسة الشهداء ونشكر رئاسة الوزراء على توفيرها كافة ما يحتاجه ذوي الشهداء لأداء هذه المناسك العظيمة. كانت رحلة موفقة والحمد لله، وكانت المؤسسة ترعى هذه الرحلة من بدايتها كما نقول نحن من مديرية الشهداء ذي قار إلى حد وصولنا إلى المدينة المنورة وإلى الحرم المكي. كانت هذه الرعاية رعاية ملموسة ورعاية أبوية حقيقة ورعاية لم يشهد لها مثيل. ومثلما توفر الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون في مؤسسة الشهداء فرصة للقاء ذوي الشهداء والوقوف على أحوالهم والتعرف على مشكلاتهم، فإنها توفر فرصة لاستذكار المواقف البطولية للشهداء الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة قصة حرية العراق. بحضور ممثلي الحكومة المحلية في المحافظة وأساتذة جامعة القادسية، أقامت مديرية شهداء الديوانية حفلاً كبيراً وزعت فيه هدايا الناجحين وبدل الكساء وإعانات الطلبة، كما كرمت الأساتذة الجامعيين من ذوي الشهداء. المزيد في التقرير الآتي. منذ بداياتها في رعاية ذوي الشهداء، أولت المؤسسة الجانب العلمي لذوي الشهداء جانباً كبيراً من اهتماماتها لتعويضهم عقوداً من الحرمان عاشوها في حقبة نظام البعث البائد، ولما تتوسمه في الطلبة من ذوي الشهداء من إمكانية التفوق العلمي والحصول على أعلى الشهادات العلمية ليتقلدوا أعلى المناصب في العراق الجديد، عراق الضحايا. وانطلاقاً من حرصها على رعاية الطلبة من ذوي الشهداء ودعمهم مادياً ومعنوياً، أقامت مديرية شهداء الديوانية احتفالاً لتكريم الطلبة من ذوي الشهداء في المراحل الدراسية المختلفة. تقيم مؤسسة الشهداء في محافظة الديوانية احتفالية بمناسبة توزيع هدية الناجحين وبدل الكساء والإعانة الطلابية لذوي الشهداء في المركز الثقافي في جامعة القادسية. حضر هذا الاحتفالية وفد من المحافظة والأساتذة الأفاضل في جامعة القادسية، وكذلك مدير الشباب والرياضة والكثير من الضيوف لتكريم عوائل الشهداء وتعويضهم سنوات الحرمان والمعاناة التي عاشوها في زمن النظام البعثي المقبور. جاء اليوم الذي يرد فيه الجميل إلى أصحاب الجميل، ونقول لكل الطلبة عليهم أن يغتنموا الفرصة ليحققوا وليكملوا رسالة الشهداء، رسالة الشهداء الذين وقفوا بوجه أعتى دكتاتورية في العالم ليسطروا لنا أجمل معاني التضحية والفداء. وكعهد ذوي الشهداء في الديوانية بها، كانت الحكومة المحلية في المحافظة حاضرة في الاحتفال الذي أقيم لتوزيع هدايا النجاح وبدل الكساء والإعانات الشهرية للطلبة من ذوي الشهداء، لتؤكد دعمها المتواصل لمديرية شهداء الديوانية من أجل الارتقاء بذوي الشهداء على مختلف الصعد. نيابة عن السيد محافظ الديوانية الأستاذ سالم حسين علوان،
نحضر هذا اليوم، هذه الاحتفالية المباركة، لنلتقي بهذه الوجوه الكريمة المعطاءة التي قدمت فلذات أكبادها وأعزائها من أجل رفعة هذا الوطن وكرامته وعزته. حضرنا هذا اليوم هذه الاحتفالية لنشارك أخواننا وأعزائنا وعوائلنا الكريمة، عوائل الشهداء، ولإيماننا العميق بأن نجعل من هذه الشريعة الكريمة شريحة ترفل بالعز والكرامة والإجلال والإكبار، وأن نجعل من شهدائنا دائما مصدر إلهام واستذكار، لنستلهم منهم قيم البطولة والفداء والتضحية دائما. في احتفالها لتكريم الطلبة من ذوي الشهداء، وزعت مديرية شهداء الديوانية مبلغا إجماليا قدره 73 مليونا و200 ألف دينار لتشمل 276 طالبة، كما كرمت الأساتذة الجامعيين من ذوي الشهداء في جامعة القادسية. قامت المديرية هذه الاحتفالية لتقدم المبالغ على شكل صكوك إلى هؤلاء الطلبة، وكذلك لتقوم بتكريم الأساتذة الذين هم من ذوي الشهداء، وهذا التكريم سوف يكون حتما تكريما معنويا بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والسيد محافظ الديوانية، ونحن إن شاء الله مستمرين على التواصل مع هذه الشريحة لدعمهم معنويا أولا وماديا ثانيا. الطلبة من ذوي الشهداء الذين شملهم تكريم مديرية شهداء الديوانية أشادوا بدعم مؤسسة الشهداء لهم، ومن ورائها الداعم الأول لذوي الشهداء دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي، هذا الدعم الذي كان عاملا محفزا لهم للنجاح والتفوق. نشكر دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي على الاهتمام بالطلبة وذوي الشهداء على الإعانات والرواتب اللي قدمها لنا. نشكر دولة السيد رئيس الوزراء بمناسبة تقديمه المنح للطلبة مناسبة العيد، وشكرا. تكريم الطلبة من ذوي الشهداء والحرص على تطوير مستواهم العلمي جزء من اهتمام المؤسسة بذوي الشهداء لتعويضهم سنوات الإهمال التي عاشوها في حقبة نظام البعث البائد. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.